حبيبتي انا لا تعطيني هالفيتامينات. ليش؟ ما ادري بوكنا النوم اللي فيني كله من هالفيتامينات هذه. بالعكس يا بعد قلبي، هذه زينه حق عافيتك. لا يبا ما ابي، بس اعطيني دواي خل اروح انام. باكر عندي قاعده من الصبح، امر على سعد اروح حق المحامي. حطيت محامي؟ ايه اكيد بنحط محامي. القضايا اللي مثل هذه تكلف وايد. انا قلت لناصر، قلت له انا مالي شغل، انا بوقف معاكم بس دفع ما عندي. مبلغ عود، ابو اكيد عنده. ابو اول واحد قال ما عندي. عسى ما يلبسونك اياها. لا ناصر جزاه الله خير، قال عن ملزوم كل شيء. زين جزاه الله خير. اي والله جزاه الله خير. تفضل بالعافية. رد يا سالم رد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش بعتوني من أول يوم؟ ليش خلتوني بروحي؟ ما يرضون يا أبوك، لازم أربعة أيام بعدين ما عليه. شدة وزول إن شاء الله. تكفى يبا، يبا الله يخليك، برد البيت يبا. والله العظيم يبا أتوب وأسوي كل شيء تبي يبا، بس أرد البيت، ما أروح ولا مكان يبا، بس المدرسة. والله العظيم يبا، تكفى يبا. ما عليه يبا، إن شاء الله كلها كم يوم وراح تطلع. وانا حاطين لك خوش محامي لا تحاتي. بس يبا الله 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 بالصلاة والدعاء. يبا ابي اشوف امي واخواني ولهت عليهم. ايوبهم لك خلاص. شد حيلك يا يبا، شد حيلك والله ان شاء الله بيسهلها عليك. صباح الخير اخوي. صباح النور. ما ادري سليمان داوم؟ المفروض انه يداوم اليوم.
عيل يصير انتظر هني. تفضل استريح. تفضل. مشكور. صباح الخير. صباح النور. خلود، سمعت باللي صار؟ ايش صار؟ امسكوا عبد العزيز. اي عبد العزيز اللي يشتغل عندنا بالارشيف. ليش؟ مكان يضايق الهام اللي لاحقها. زين، وبعدين؟ المسكينه رايحه تتريق بالاستراحه ليش هو ما ياخذ التليفون ويحول كل مسجاتها على تليفونه. وين كان تليفونها؟ بمكتب. احمد بعينه ان شاء الله. من صدقش انت؟ اي والله من صدقي. وهي من القرادة حاطه صورها، صورها هلا بالتليفون. ترى هو ما لحق ياخذها ينشرها. شلون عرفوا انه هو؟ الحين سهله، اذا كان في قضيه. وهي رفعت قضيه؟ طبعا مينونه اذا ما رفعت قضيه. هي مفضوحه مفضوحه، خلاص خلي ترفع قضيه وتاخذ حقها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله يا ربي يمسكونه ويسجنونه عشان يكون عبره حق غيره. اكيد تشهيب اعراض الناس فيها سجن، فيها رد اعتبار، ولا في تعويض مادي. انا من غير شيء ما احب ماشتي بعيشه الله. لا لا تشوفينه باخر الدوام شي يسوي، يقحص قدام البنات صدق ما يستحي. حالات الرياض ثقيل، بس للاسف هالايام هالنوعيات كثرت. سليمان، سليمان ايش تبي؟ ابيك بسالفه. ما بيني وبينك سوالف. سالفة تخص بيتكم. يبا أنا مالي بيت، إيش تبين؟ تخلصني. ترى أخوك مبارك كابسينة وماسكينة. شنو؟ شنو ماسكينة وكابسينة؟ ما ينفع أقول لك هني. تعال معي هناك أنا فهمك السالفة. يلا يلا يلا. يمه شلونك؟ الله يحفظك. دريت عن اخوك؟ دريت. وين ابوي؟ نايم وموها مشي. وين نايم؟ الدمانيه. يمشي خل نروح له. يبوي وين الحين؟ أخوك الحين منتجع للراحة ولا الاستجمام؟ يبا أخوي وين الحين؟ سويته؟ وحضرتك وين كنت؟ جهنم. هيجي لي للحياة؟ شو اللي يفرض علي؟ يبا خلصني، سويته وحطيته محامي؟ يلا هو قرقش يديك يلا. من صدقك؟ وات صوتك لاحين كوفنك هني. يبا بتحطون محامي ولا لا؟ لا. ليش هو هامه علشان يحط محامي؟ كا شمشون الجبار رد خلي طلعه. يبا من بقى بعد ما ظلمته؟ سويتنا قصص، اول امي وتالي انا والحين بروك. يلا الحين ما باقي الا اسال ام سناء خلص عليهم. لا يلشل من ام انت سالك طول علي من اليوم. يا اليوم اعلمك بس يا سلام يا عتل. لا بارك فيك. لا سعيد يا سعيد. لا لا لا.
عمك يا ابو بدر، ودنا لك. يبا ما يصير، روح مني وطري. ايش فيكم انت؟ بس عمي اعتقد اذا بعده بالنظاره اعتقد عادي يصير. انا قلبي فار على شوفته، واللي طول عمرك. خلونا نشوفه. يلا جرب. يلا يلا. سامحيني يما، سامحيني. الله يغفر لك يا يما، حركت قلبي بغيابك. ليش؟ ليش يا مبارك؟ ليش سويت كذي؟ غلطة يما، والله ما عيدها يما، والله تكفيني باخذيني معك. سليمان تكفون، ابي اطلع من اهلي، ابي ارد بيتنا، برد المدرسة يما، والله برد المدرسة يما، وبعد ما اغيب بس تكفون طلعني من هني، ما في السجن. الله كريم، الله كريم يا ابوك. يا ليتك يا يما سمعت كلام رفيجك وطلعت معه. خفت يما، خفت ابوي يطقني او يسجنني مثل ما قال. هذا انت بتسجن يا عين امك. خالتي صلي على النبي عليه الف الصلاه والسلام. ادري اني سويت شيء يفشل، بس هو كان يعطيني فلوس وايد، انا ما كنت ابي الفلوس حقي، كنت ابي حق امي وحق اخواني عشان افكهم من ابوي وعذابه. اصبر يا ابوك وخلي مانك بالله قوي، ترى القانون ما يظلم احد. يمكن ان شاء الله ينظرونك وينظرون لحالتك وظروفك. مبارك انا بروح معك المحكمه وبقول لهم من المجرم اللي لازم ينسجن. سليمان عيب، شو الحكي هذا؟ حسبي الله عليه، ظلمنا وظلم روحه، مو هو مستفيد من اللي عنده، لا هو متع نفسه ولا متع اهله، وعلي على عيالي فار قلوبهم على ركبة الطيارة، يسمعون ربعهم ويشوفون خالد وخلود يسافرون مع اهلهم وهم يتحسرون. اطلبوا الى الهداية وانا اخوك. شعب الهداية عقب ما شتت بيننا وشتت بين قلوبنا. خالتي احنا الحين جايين نهدي مبارك مو نزيده. شو تهون علي؟ كلها ربع ساعة وبتبجون وما قاعد بروحي. يما الله يخليك يما، الله يخليك يما، تكفيني ماخذيني معك، الله يخليك. قول ان شاء الله يا يما، قول ان شاء الله. سم رد على التليفون. حقرني. الو، هلا هلا باختي ام خلود. الحمد لله الحمد لله بخير. اشو اشو الحمد لله. لا والله قاعد اتريق ويا ام خليل. يعلم داخل العافيه ان شاء الله، ما يامر عليك عدو. قلت يعني تمرني ونروح نزور هالمسكين مبارك. ما يصير، احنا حريم ندخل المخفر بروحنا. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي اشوف. خلاص خلاص الليله ان شاء الله امرك ونروح نزوره. ولا يهمك، تامرين يا ام خلود. مع السلامه. هلا. ايش دعوه يا حافظ؟ ما قد مره قالت على الاقل اسلم عليها اشوفها ايش اخبارها. ما انت محتاجه لهم ولو يحز بالخاطر، بعدين انا يعني بصير ام ولدهم تالي. باكر قصبا عليهم يسلمون عليك. لو علي انا ما يهمني، اهم شيء راس المال. هل انت قلتيها اهم شيء راس المال وخليل؟ حياتي الله لا يحرمني منك. اقول ام خليل، ايش رايك الدور الفوق اللي عندنا؟ خلينا اجر حق اهلك. بكم الاجره؟ الشقه اللي هم قاعدين فيها كم اجارها؟ ب 130. لا وزادوهم 20 صار ب 150. احنا ناجر عليهم 200. زين احسن لهم من الشقه اللي هم قاعدين فيها، خليه يتوسعون شوي. منين يا حسره ال 200؟ ايش دعوه؟ الفاضل ساعدهم. خلاص اقول لهم يصير خير.
خلاص اذا رضوا خلي يكلمون صاحب العماره يقولون لاول الشهر بنطلع. انا بمر لامي واكلمها بالمره بعد هي مسويت لي بهارات وبجيبهم معي. على خير. بطني صار يعورني من الضحك. انا بغيت اضحك يوم قال لي بس ما ادري شلون قضبت روحي. وانت الله يهداك اعطيك الاجار مني تردينه مني؟ يا عادي ما فيها شيء حاطهم بحسابه. الا بغيت اسالك حساب المطعم كله تحطيه بحسابه؟ لا طبعا مخليه حق نفسي معاش بس خيونه هلج كل ساعه يصير خير. تكفى يبا يبا الله يخليك ترد البيت يبا والله العظيم يبا اتوب واسوي كل شيء تبي يبا بس ترد البيت ما اروح ولا مكان يبا بس المدرسه والله العظيم يبا تكفى يبا. ولا متى بتحبس روحك بالبيت؟ ما علي يا بدر كلها كم يوم لين تخف هالصدمة. للحين احنا مو مستوعبين اللي صار. انت مؤمن وهذا قضاء ربك. اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض. عيالك وايد متضايقين يوم بدر لو شايف مبارك اليوم شان تقطع قلبك عليه. قال لي بدر يسولف وهو يبكي. انظلم هالليالي والمشكله سليمان شايل على ابوه وانا خايف عليهم يتفرقوا. وهم للحين ما تفرقوا بس للاسف اخوك مو مهتم. اخوي كابر ولا مو معقول انه ما يهتم بولده الحر بقلب هالام هالمسكينه. اي والله مسكين الله يصبر قلبها الله يصبر قلبها. ادخل. وين؟ إيه ما أنا ما أقدر أقعد بهالبيت. أنا قايل لك إني مأجر غرفة. ولد الديرة يأجر غرفة مع العزوبيين اللي مو شايفين أهلهم. بس يا يما ترى ما فيني حيل. حرة وعدة بعد وأموت. بسم الله عليك. أما أنا ما أقدر أقعد مع بيت واحد. أنا حسيت روحي قوي لما طلعت وقعدت هنا تحس إني ضعيف وما عندي شخصية. بس أنت قدرت ترد عليه وتوقف بويها؟ لأني عارف إني بستغل وإن قعدت عنده هنا بيقعد يحطمني أكثر وأكثر. علشان يا يما لا تطلع خليك سليمان اللي شفته الصبح. يما أنا ضعيف قدامه ما شفتي شلون طقني حتى ماني قادر أرفع عيني فيه. وأنا للحين يما للحين حاسس بالذنب إني عليه تحسي عليه. تدري شلون؟ مو مهم لا تشوفه ولا يشوفك. اقعد هني بدارك واكلك بيك لين دارك.
المهم اني احس انك عندي وانك حولي. حاضر يما. شلونك يا يما؟ ابي اطلع عمتي. عمتي تكفين روحي لهم عمتي. انت مرة عودة ويمكن تكسري خاطرهم عمتي. عمي ابراهيم تكفى عمي، قول لهم خليه يطلعوني. ما حد ساكت مبارك. كلهم مو ساكتين، حطوا لك محامي وان شاء الله بتطلع. لا تسوي بنفسك كذي عشان خاطري، احنا جبنا لك اكل اكل. ما ابي اكل. ابي اطلع. ليش سويت كذي؟ ليش سويت كذي؟ ليش ما كنت افكر بهاليوم؟ اول ما ضايقتني كنت اطلع العب بالسكن، واذا تعبت وراسي عورني كنت ارد البيت، ارد انام بحضن امي، واذا كنت ابي شيء كنت اروح حق ابوي، كان يزفني بس كان يعطيني. ليش سويت كذي؟ اشتقت حق البيت، حق البيت، حق كل زاوية بالبيت. عمي تلقى راح ارد بيتنا؟ ان شاء الله بترد يا يوم، ان شاء الله تطلع. لا ما راح اطلع. معي واحد يقول ان خاله مسجون صار له 20 سنة، دخل السجن وهو عمره 20، والحين صار له 40 سنة وما طلع. عمتي تحكين بقدر على فراق اهلي 20 سنة؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله لا بتطلع. لا تقول كذي مبارك. طلعوني 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 طلعوني. ابي امي، ابي امي. فاضل، فاضل. هلا. علامك بنت معاي. انا معاك، ايش دعوه، انا اقدر استغني عنك. بس من دخلت وانت ساكت؟ بيني وبينك قاعد افكر بشيء، ما ادري عاد اذا توافقيني ولا لا. قول واشوف. انا اقول ما نطلع من هالبيت. يبس راعي البيت يبي؟ يعني نقعد فيه كم شهر، نأجره. وإذا ما رضى؟ لا لا بيرضى. أنا نشت ولده وقال يمكن يرضى، لأنه هو مو محتاج البيت أصلاً، يبي هدمه ويبني مرة ثانية. إيه بس أخاف أجر علينا غالي. إيش دعوة إحنا دافعين شيء من جيبنا؟ الحين أنتي بالوكالة اللي عندك، مو تستلمين معاش أمك كل شهر؟ إيه يعني تبينا ندفع من معاش أمي أجار البيت. عادل، وأجار الشقق يبيك. مو أخاف إذا طلعنا يحسون ويتحركون. بعدين انت مستفيده من قعدتك هنا، مستفيده من معاش امك. صدقيني اذا عرفوا ان طلعنا بيحجزون على معاش امك. اي خوالي يسوونها. انا هذا رايي عاد، وشغل مالوتك يعني، تقدرين تسكنين فيهم باي وقت تبين. بس اخاف الاجار ياخذ معاشها كله، ما يبقى لنا شيء. لا ايش دعوه يبا، كلها 300 دينار ترى. اي اذا كذي معقوله زين. كنا امي وعانة. بروح اوكلها. يوعانة يمه، كاكا اكلك موجود؟ يلا يلا يا يلا. انا اوكل، انا اوكل امي حبيبتي يبا، انا اوكلها. تاكل من ايدي. ليش يمه ليش يا حبيبتي؟ خلك خلك انا اوكلها. ما
ادري ليش كلهم شعبه بهالريال الله يهداك يا يما. هو يحبك ويبي يخدمك. هات هاي 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 وينك؟ أنا برا ناطر سليمان يطلع من مبارك وحاكي. يلا ماشي، إذا خلصت اتصل فيني. باي. يلا باي. جيتيني باكر؟ كل يوم وكل ساعة يا يما، ما راح أهدك. سليمان حط بالك على أمي، مشتاق حق سلوم وسناء. تدري إنهم صغار، ما هي حلوة نجيبهم هني. بالعكس، جيبوا سالم، خلي يشوف الحديد اللي بيني وبينكم، خلي يعرف إن اللي غلط هو اللي يوصل هني. ما عليه مبارك، ما أردنا بنجيبهم. مشتاق حق ابوي، ما شفته من زمان. ابوي بيك لا تحاتي. يلا يما. مع السلامة يا يما. مع السلامة يما. قربان شان روح جمع علشاني. مع السلامة. ترى مالي خلق اتحكى ولا شيء. شلونك يما؟ بخير يا خالتي، الله يفك كسره. امين. انا بغيت بس اني اوضح لك بعض الامور. انت ما تفهم، ترى مو وقتك. اسمع من اخوك. انا اخوي واحد مسجون والثاني ياهل. ما عليه، بس عطني فرصه يا اخي. ترى مالي خلقك واصله لهني يا اخي. مو اليوم، اي وقت تبي. يبا لا ثاني ولا ثالث، ما تفهم انت؟ وما ابي اشوفك لا انت ولا هي. يا يما اسمع منهم، يمكن تكون غلطان. يما الله يخليك، ترى مالي خلق، امشي لا افقد اعصابي. يبا اللي تشوفه. انا ترى جايك بس عشان ابري ضميري. يلا مشينا يما مشينا. سامحني يا يما. مسموحة يا خالتي. عموما انا الحين بدش حق مبارك اشوف. جزاك الله الف خير. اي يما هون عليه قد ما تقدر، ترى يكسر الخاطر. على امورك. يا الله يا الله سترك يا الله. يا يما كان خليتينا نمر على منيرة ونشوف خالتك ونقول لها، باكر اذا دارت تزعل. يما من صدقك انتي تبيني اقول حق منيرة؟ بالعون الديرة كلها درت. يا يما باكر بتدري وبتشره. عشتو من على التشره يما؟ هذه من يحبها حتى يخاف انها تضايق؟ مو زين عليك يا يما، اسمها بنت خالتك. تولي تضيعه تفشل، هي لقيه وماخذه واحد اردى منها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. زيني ما بتهشم ولا لا؟ ليش أنا راسي عوني بروح أنام؟ يلا أنا معاك ولو أني مو مشتهية، بس علشان ندوة عور قلبي بروك. عسى الله يسامحه، بس عسى الله يسامحه ويهديه ويفكه من اللي فيه. آمين آمين يا يما آمين. يلا يلا قومي قومي يلا. يما سمي بسم الله ونامي. صباح الخير يما. وانت من اهل الخير. دلتي عن بروك؟ اي بروك؟ والخالد سعد؟ ايش فيه؟ استغفر الله يا ربي لا تحاسبني على اللي بقوله ترى. خلص مسكين صادوه تاجر بمخدرات. وي من صدقك؟ والحين متنجع بالمغفر. شوف الظلام ولا قالوا لي؟ لان احنا مو محسوبين عليهم، احنا بنظرهم عار لو كذي ما لنا داعي. وانت بعد الله هداك خربتيها وخذيتي هذا. انت شب شبك الله جليل الحياة. شنو جو العصبية اللي حاشك؟ ما قلت شي أنا. بين تعال جد كلمك، من بياخذك أنت؟ طاح بشب نفسك، بياخذك مدير مثلاً ولا وزير؟ أنت بتسكت ولا طلع لسانك من لهاتك وقصة؟ خلاص خلاص لا تعصبين. بعدين هم ليش ما قالوا لنا ها؟ مكسورة عينهم صح؟ هي بعد استغفر الله يا ربي شنو في ألعم المخدرات؟ لا 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 يلا اللهم لا شماتة غميضة. لا يما لا استغفر ربك تحمد الله. لا العياب عند الباب، باكر الله يبلانا. الحمد لله ان احنا زينين ومو قاصرنا شيء، حمدة الف حمد لله. يما عندك شيء نوكل؟ وانت مو قايل بتعشى برا؟ قلت بتعشى بس لما سمعت الخبر قلبي تقطع تفتت، قلت شلون تنزل اللقمه من غير لا يبشر امي. وهذه بشاره؟ ما دامهم ما يحبوننا هذه بشاره، واي شيء بيسوونه غلط بيجمد. انزين ايش تبي تعلف؟ ماكو مطبق بيض. شنو؟ ايش قايل بعد؟ يعني من كثر الاشياء اللي بالثلاجه لحوم واسمكه مطبق بيض، بيض وطماط سوي لي. انزين طس دارك الحين اجيب لك تعلف. تفضل هني. وي ادلف. صباح الخير. صباح النور. تريحت؟ مو مشتهي. للحين مأثر فيك موقفه؟ صدقي ما توقعته جاف كذي. اصلا ما كان في داعي تروح تكلمه. صدقين امس ما قدرت انام، سالفته وسالفه مبارك وايد ادتني. انا بالنسبه لسليمان خلاص طلعته من تفكيري، اصلا طلع من حياتي كلها. يطلعك من حياته؟ طلعينا من حياتك، هذا شيء يخصكم. بس أهم شيء عندي إن أغير الصورة والفكرة اللي ماخذها عني. وايد هامك؟ تصدق عاد خالد حتى أنت بديت تبطش بدي؟
هذا إنسان مريض. تدري يعني شنو مريض؟ يعني ما يعرف يحب أحد، معقد. أنا بروح أسوي ريوك، تبي تأكل معي؟ لا أنا بمشي. إيش دعوة؟ يوم أنا جيت يوم تبي تروح؟ صباحك الله بالخير خالتي. صباح النور أمي، حبتك العافية. قومي خليها تسوي لنا ريوك. خالتي أنا بمشي. لا اقعد وتريق معانا وبعدين روح. لا خالتي أنا من أمس مو نايم، بروح أستأذن من الدوام، آخذ وليد وأروح البيت هنا. خير إن شاء الله يا يما. فهم الله. فهم الله الكريم. يا رب وش الحالة؟ والله نسينا الضحكة والكلمة الحلوة اللي تشرح الصدر. وين يما؟ راح؟ يما يقول مو نايم وتعبان شوية، بيروح يترخص وبياخذ أولاده وبيروح البيت. لو شايفه شكله صدق عبر القلب. قام يصارخ يلا ما سمع اسم المركزي. يا وينتي مسكين. انا خفت على ابوي لان اول ما وصلنا توي يركبون السياره، ابوي طاح كلش لو ما فهد جايب له ماي من داخل. يا حسرتي. من ترايح لمبارك؟ يقول ولهان عليك.